1.3 مليون طن من النفايات المنزلية وما شبهها تم إحصاؤها في 2020 قابلة للتثمين، 9.83% فقط تم استغلالها، كمية معتبرة تحاول الوكالة الوطنية للنفايات معرفة تركيبتها لتصنيفها قصد إتاحة هذه المعطيات للفاعلين في المجال. الحاوية الجزائرية تتمثل ب 80% من النفايات قابلة للتثمين، بما في ذلك عندنا البلاستيك اللي يمثل 15% تثمين ديالو، عندنا الورق والكرتون 12%، والنفايات المعدنية والغير معدنية بنسبة 100%. بنك معلوماتي خاص بالنفايات موجه للمستثمرين من شأنه استغلال أمثل لهذه المواد ذات القيمة التجارية المقدرة بأزيد من 90 مليار دينار سنوياً في حال استرجاعها 100% في وقت ما يزال الاستثمار فيها محدوداً. هذا النظام المعلوماتي يمكن كل الأطراف الفاعلة في مجال البيئة على المستوى الوطني من إدخال كافة المعلومات المتعلقة بالنفايات. لا يمكننا تسيير ما لا يمكننا تقييمه ولا قياسه، يعني على هذه المعلومات والمعطيات ترتكز كل الاستراتيجيات والمخططات سواء كانت بلدية ولا ولائية الخاصة بتسيير النفايات. كذلك هذه المعطيات اللي عندها الوكالة الوطنية للنفايات واللي خاصة بطبيعة النفايات قادرة تكون هي كذلك دعم تقني لحاملي المشاريع أو المستثمرين الشباب في مجال تسيير النفايات. ندوات بأشراف الوكالة الوطنية للنفايات لتحفيز المهتمين بمجال إعادة استغلال النفايات صناعياً للالتحاق بالمنصة الخاصة بالمعلومات بهدف التسيير الأمثل لهذه المادة باعتبارها بديلاً اقتصادياً بامتياز.